قناة فلذاتنا. سبحانك ربي يا رحمن، يا من كرمت بني الإنسان، وجعلت الأسرة تجمعنا، وتقينا من لفح الحرمان. إن قام الأب بتربية للروح وأيضا للأبدان، وزرع الخير بأبناء، وأسس ذياك البنيان، فسيحصد من ذلك خيرا، وسيهزم أجناد الشيطان، ويؤسس بيتا للتقوى، ويؤيد من رب منان، ويعامل زوجا بالحسنى، ويعمر بيتا بالإحسان. قناة فلذاتنا. ويحفظ للأخت محبة، فالأخت كأنفاس الريحان، ويشد بكف لأخيه كي يقفا في وجه الطوفان. أسرتنا يا نعمة ربي، يا وردا أزهر في البستان، يا قارب خير يحمينا، إن عصفت أمواج الخلجان، إن عاشت أسرتنا بشرع، سنكون معا في بر أمان، سنكون معا في بر أمان. قناة فلذاتنا. خلينا نتكلم عن الحب الممنوع في البداية. ما هو الحب الممنوع؟ احنا في الحقيقة تمارس ضد الأطفال اليوم بعض يعني أساليب الحب الممنوع في التربية. مثلا الحب المشروط. الحب المشروط هو أن يشترط المربي على ابنه: حتى أحبك يا ابني يجب أن تعمل كذا. إذن أنا لما أضع شرط لحب ابني، حبي لابني، فأنا حقيقة أخطأت في التربية بالحب. كذلك التهديد اللطيف: إذا أردتني أن أحبك يا ابني أيضا خطأ. شن هي القيود الناعمة؟ أن تيجي تقول له: والله يا ابني أنا أفهم منك وأعلم منك، ولأني أنا أعرف مصلحتك فعليك أن تتخذ القرار اللي أنا أشوفه مناسب، لأني أنا أخبر منك في الحياة، وتبدأ تعطيه من هذه الأشياء اللي تقيده بقيود ناعمة. ويتضح هذا في مسألة الزواج، أن والله يا ابني أنا أكثر منك خبرة، وأنا وإذا كنت رضاي فعليك بالزواج بفلان على سبيل المثال. هذا الشيء نحن نسميه القيود الناعمة، هذه أيضا تصنف من الحب الممنوع. طيب، عندنا شيء يسمى شفرة الحب التربوي. شفرة الحب التربوي أتكلم عن 4 نقاط. النقطة الأولى: الحب التربوي لا يستقيم إلا على نقطتين، على الاهتمام والاحترام. كيف أنا أحب ابني ما لم أنا أحترمه وأهتم فيه؟ الأمر الثاني: الحب ليس عاطفة، الحب علاقة. الحب اللي أنا يجب أن أبديه لأبنائي هو ليس فقط عاطفة موجودة في قلبي، هي علاقة لابد أن تجسد علاقتي بأبنائي هذا الحب. الأمر الثالث: أن الطفل يركز على الانفعالات أكثر من العبارات. يعني أنا لما أقول له: والله أنا أحبك، بس تأثيرها ما يكون قوي، لكن لما يشوف هذا الحب موجود يعني مطبق في الحقيقة، يشوفه في حركاتي، يشوفه في لمساتي له، يشوفه في قبلاتي له، يكون هنا الحب أكثر فاعلية. فكرة الطفل عن نفسه مهمة جدا في سلوكياته، لأن أنا لما أنا أجي أقول لابني أنت غبي، أنت ما تفهم، أنا ما أحبك، لا أتوقع أن طفلي يكون سلوكه جيد، بعكس أنه لما نبدأ نعطيه الكلمات الإيجابية فهي مؤثرة بشكل كبير على سلوكياته. في نقاط 3 أنا أسميها نقاط التأثير أو منطقة التأثير في التربية. منطقة التأثير هذه هي نواتج أو ناتج اندماج 3 دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة الحب، الثانية هي القدوة الحسنة، الثالثة هي العادات الإيجابية. أنا لو عندي 3 دوائر هذه ودمجتهم مع بعض، الدوائر الثلاث كلما كبرت واندمجت مع بعض كانت قوة التأثير كبيرة. أنا أحب ابني وأظهر حبي له، هذه النقطة الأولى.
والنقطة الثانية أنا قدوة لابني، والنقطة الثالثة العادات الإيجابية اللي أنا بنيتها عند طفلي منذ الصغر. خلينا نتكلم عن كلمة الحب، كيف أنا أفعل كلمة الحب في الواقع. كلمة الحب أولا المصارحة بها، أني أنا أظهرها، أقول لابني والله أنا أحبك، لأنه لا ينفع أني أنا والله أحب ابني ولكن بدون إظهار لهذه الكلمة. الأمر الآخر المناداة بأحب الأسماء، أنادي ابني بأحب الأسماء إليه، هذا أيضا تعزز مسألة كلمة الحب. الفخر، أفتخر بأنه ابني، دائما أفتخر بابني أمامه وأمام الآخرين، أنا أفتخر أن فلان ابني، هذه أيضا كلمة حب. المناداة بأحب الألقاب والكنى التي أفضلها. طيب الاحتضان أو ضمة الحب، الاحتضان أو الضمة لها فوائد على مستوى الصحة النفسية والجسدية للطرفين، للأب أو للضام والمضموم، يعني سواء للأب والابن، للأب عفوا أو للابن أو لكليهما. هي في الحقيقة تشبع حاجة الطفل للقبول، لأن الطفل يريد أن يشعر بأنه مقبول في أسرته. إذا الأب احتضن الابن والأب كثر من احتضان الابن، يشعر الطفل بأنه مقبول في العائلة، وهذا الشعور مهم جدا حتى في استقامة الطفل واستقامة سلوكياته. تخفف الحضن، دائما يخفف الانفعالات السلبية عند الطفل. اللغة الثالثة هي لمسة الحب. لمسة الحب أقصد فيها أن احنا نريد أو يجب علينا كمربين أن نلمس أبنائنا بشكل كبير خلال اليوم. يعني أنا بذكر لك 5 لمسات. اللمسة مثلا لما أنا ألمس طفلي على مثلا على يدي، هذا كأني أنا أحبك حب مطلق. لما ألمس على خدينا، هذا دليل على الشوق. قبلة الحب وهي اللغة الرابعة، قبلة الحب ضروري جدا الأبناء أن يعني يستشعروا الحب كما حضننا وكما لمسنا كذلك بالقبلة. القبلة في ممارسات خاطئة تدمر الحب. رقم 1 الأساليب التربوية الخاطئة. 2 بتكلم عن تشوهات المعرفية. أنا أريد أن لا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أختصر حتى يكون يعني الموضوع خليني أقول موجز ومفيد. أولا أنا لما أتكلم عن الأساليب التربوية الخاطئة التي تمارس مع الأطفال والتي تدمر لغات الحب، أتكلم عن العنف والقسوة، الصراخ والضرب. هذه لا شك أنها تدمر علاقة الحب بين الأب والابن. نقد الطفل، لما أنا أنقد الطفل في أعماله، كل شيء يسويه أنقده، في رسمته، في مشيته، في قصة شعره، في النقد الزائد، هذا يجعل الطفل يعني يشك في العلاقة، علاقة الحب بينه وبين أبيه. السخرية من الطفل كذلك. الحب المشروط وتكلمت عنه، إذا كان أنا وضعت شروط لحبي لابني، هذا يعتبر مدمر من مدمرات لغة الحب. القبول المشروط، شنو القبول المشروط؟ إن أنا والله ما أقبل ابني إلا لما يكون بطريق يمشي بالطريقة اللي أنا تناسبني أنا، هذا خطأ. أنا أقبل ابني كما هو وأحبه كما هو. نعم أنا ممكن أكره سلوكه، لكن هو ذاته محبوبة عندي، هذا يسمى القبول الغير مشروط.